خمر النساء تمسح مع الحاجة وينبغي أن يمسح معها بعض الشعر، أما إن لم تكن حاجة فقد اختلف العلماء في المسح عليها. هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الأسلوب وبهذه الصيغة، فقال رحمه الله: إن خمر النساء وهو ما يغطى به الرأس يجوز أن تمسح مع الحاجة، وذلك لفعل أم سلمة رضي الله عنها، وينبغي أن تمسح مع الخمار بعض شعر رأسها. أما إذا لم تكن هناك حاجة فقد اختلف العلماء في المسح عليها، فبعض العلماء يجيزها قياسا على العمامة، وذلك إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، وبعض العلماء يرى عدم المسح، وذلك لأن الأصل في المسح على الرأس أن يكون مكشوفا لا أن يكون مستورا، وإنما جاز المسح على العمامة بوجود الدليل. أما هذه الخمر فلم يأتي دليل عنه عليه الصلاة والسلام، وأما الراجح مع عدم الحاجة فلم يستدل حتى الآن الراجح، الله أعلم بالصواب. وفقهاء الحنابلة يرون المسح مطلقا فيما هو مشهور عنهم إذا كانت مدارة تحت حلوقهم.